حياكم الله مشاهدينا الكرام. القطاع النفطي دخل أساسي تعتمد عليه الميزانية العامة للدولة، قطاع شهد محاولات عدة للسيطرة عليه ولعسكرته أيضا، ولكنه ما زال مستمرا في الإنتاج رغم جميع التحديات. الإنتاج النفطي عام 2019 بين انخفاض وارتفاع رغم جميع النزاعات. نتابع. رغم مرور أكثر من 250 يوما على بدء العدوان على العاصمة طرابلس، ما زال الحديث مستمرا على ضرورة تجنيب المنشآت النفطية الصراع الدائر وتحييد الموقف تجاهها. الحرب الدائرة في العاصمة أثرت سلبا على البلاد، إذ تتمركز المؤسسات والإدارات والشركات الفاعلة في العاصمة طرابلس، وهذا ما أثر سلبا في النشاط الاقتصادي والخدمي. قضية عسكرة المنشآت النفطية لا تزال تثير الكثير من الجدل بين من يدعو لتجنيبها الصراعات السياسية ومن يهدد بإيقاف العمل داخلها أو تصدير نفطها بطرق غير مشروعة. المؤسسة الوطنية للنفط من جهتها حذرت في وقت سابق من إيقاف بعض أطراف الصراع لإنتاج النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للعائدات المالية في البلاد، معربة عن قلقها إزاء دعوة وقف إنتاج النفط مصدر التمويل الرئيس للخدمات والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها للمواطن الليبي، داعية إلى أن يكون النفط بعيداً عن التجاذبات السياسية لضمان استمرار عملية إنتاجه بطريقة طبيعية. يخالف بيع النفط بطرق غير مشروعة القرارات الدولية والاتفاقيات المنعقدة بين الأطراف الليبية، بدءاً من اتفاق سخيرات وما تلاه بمنع تصدير وتهريب النفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة، والسيطرة الحصرية لحكومة الوفاق ومؤسسة النفط في طرابلس على إنتاج وتصدير النفط. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، حلقة جديدة من برنامج السوق الليبي، نناقش فيها موضوع الإنتاج النفطي خلال عام 2019. دعوني أرحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد أحمد الغول، عضو لجنة العلاقات العربية الدولية بنقابة النفط. أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة سيد عمر زرموح. سيد عمر أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج السوق الليبي. أهلا وسهلا بك سيد عمر. يعني دعني أبدأ معك الحوار حول موضوعنا لحلقة اليوم، وهو إنتاج النفطي لعام 2019. بداية كمدخل عام لهذه الحلقة، كيف تبعت التذبذب الذي حدث في الإنتاج النفطي بداية العام ومنتصف العام إلى حد التصريحات الأخيرة والارتفاع الأخير في الأسبوع الماضي للإنتاج النفطي؟ بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بالنسبة لسؤال حضرتك، طبعا نتابع باستمرار مسيرة قطاع النفط وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى. المعروف طبعا أن إنتاج النفط تعرض في سنة 2013 إلى ما يعرف بالعدادات، مشكلة العدادات، وهي طبعا تضحى بعد ذلك أنها غير صحيحة. طبعا ترتب على هذه المشكلة أن هي مشكلة مختلقة وكذبة في الأخير طلعت، ترتب عليها من ناحية العملية أن انخفض أو انخفضت الصادرات، انخفض إنتاج النفط، ومن ثم انخفضت الصادرات النفطية من حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم، والرقم هذا 1.3 مليون برميل، هذا الرقم سادة في سنة 2009 و2010 و2012 أيضا، لكن هذا أدى إلى انخفاض معدل الصادرات النفطية إلى 900 ألف برميل في سنة 2013، ثم إلى 300 ألف فقط، يعني 0.3 في السنوات 14 و15 و16. بعد ذلك في سنة 2017، ورغم أن الدعاية الكبيرة التي واكبت السيطرة على موانئ النفط، لكن كنا نتوقع أن إنتاج النفط سيكون يعني أكبر بكثير مما يعني حصل،
فائدة به هو الصادرات النفطية، يعني لم تتجاوز 800 ألف برميل في اليوم، يعني ما زالت ما وصلتش حتى في عام 2013، هذا في عام 2017. في عام 2018 زادت الصادرات النفطية وصلت إلى المليون. طبعا هم في أثناء السنة أحيانا تعلن المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن وصلنا إلى إنتاج مليون ومئة ألف أو مليون ومئتين ألف، لكن ذلك الإنتاج هو صحيح، يعني كلام صحيح، لكنه لفترة معينة لفترة محددة. لكن الرقم اللي يعني الآن أعطيته لك على 2018 اللي هو مليون برميل كصادرات، يعني نقولوا الإنتاج ممكن أزيد منه بواحد من عشرة، هذا يعتبر متوسط العام. متوسط العام هو الرقم المهم اللي فيه دلالة وممكن الاستفادة منها. للأسف مثل هذه البيانات المهمة والحيوية لا تظهر يعني وقتيا وبسرعة، فتأخذ بعض الوقت. فنحن الآن في نهاية عام 2019، ولكن البيانات متذبذبة، يعني قاعدين في الارتفاعات والانخفاضات على حسب التصريحات التي نسمع بها، وأيضا حتى بيانات مصرف البنك المركزي التي تشير إلى وجود طبعا الصادرات النفطية أو قيمة الصادرات النفطية التي دخلت الميزانية، هذه يعني تشير إلى أن الوضع يعني ليس سيئا، يعني معقول شوية جيد، لكنه لا ما زال بعيدا جدا على الرقم المعتاد أن ليبيا تصدره والمعتمد عندها في منظمة الأوبك، وهو 1.6 مليون برميل في اليوم. ما زلنا بعاد على هذا الرقم. سيد زرموح، يعني أهمية القطاع النفطي بالنسبة للدولة الليبية يعني يمثل ربما حجر الأساس في الميزانية العامة، يعني هل يغطي القطاع النفطي احتياجات الميزانية العامة والاحتياج المعتمد عليه؟ طبقا لتقرير مصرف البنك المركزي إلى عند 31/10/2019 يوضح التقرير أن الإيرادات النفطية ما زالت عاجزة، يعني الإيرادات النفطية غطت قدر كبير من الميزانية لكنها ما زالت عاجزة عن الطلب على النقد الأجنبي، يعني بفارق مش ليس كبيرا، حوالي 2 مليار، لكن ليس كبيرا كثيرا. المشكلة في الميزانية العامة للدولة هي صحيح تعتمد بدرجة كبيرة أكثر من 95% تقريبا على الإيرادات النفطية، لكن لابد أن ندرك بأن هذا الوضع ليس وضعا سليما من الناحية الاقتصادية، هذا خطأ كبير. يعني هذا يجب أن الدولة الليبية، وإن شاء الله يحصل ذلك بعد أن تستقر وتنتهي الحروب، بعد أن تستقر الأوضاع وتنتهي الحروب، يجب أن تركز على الإيرادات غير النفطية، يجب أن تنشط الضرائب وأن تنشط الجمارك وتنشط كذلك الإيرادات الأخرى التي تتحصل عليها الدولة من مشاريعها في الداخل أو في الخارج. نعم، ولكن حتى قطاع الاتصالات يعني يجب أن يمثل دور في الدخل. قطاع الاتصالات ظهرت له أرقام في الإيرادات التي أوردها مصرف البنك المركزي، لكن لأن هذا القطاع يعتبر من أنجح القطاعات ومن أنجح والمشاريع والشركات اللي فيها تعتبر من أنجح المشاريع، ولذلك كانت عندها فوائد وساهمة في الميزانية. ولكن ماذا عن المشاريع التي أنشأتها الدولة في الداخل والخارج؟ ميزانيات صرفت وأرقام يعني وأرقام فلكية صرفت ابتداء من عام 1963، أول خطة خمسية جادة في يعني إلى عند السبعينات الثمانينات، حتى عندما أوقفت الخطة 1900 الخطة 81-85، رغم أن هي كانت آخر خطة من الناحية الرسمية، لكن المشاريع الاستثمارية ظلت قائمة، لم تظهر إيراداتها حتى الآن. فبالضبط، إذن هنا عندي خلل كبير في المشاريع العامة التي تمتلكها الدولة. نعم. دعني سيد زرموح أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو، سيد أحمد الغول، عضو لجنة العلاقات العربية الدولية بنقابة النفط. سيد أحمد، يعني بداية، ما دور النقابة العامة للنفط في مراقبة هذا القطاع ومتابعة الإنتاج النفطي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أتقدم لك أختي سندس بالشكر ولقناة ليبيا بانوراما. أود هنا قبل الإجابة على سؤالك نبي نرجع شوية كي نسرد قليلا على دور النقابات وكيف كان شغلهم من 2011 إلى عند الفترة هذه الحالية. طبعا من 2011 وإلى عند الآن تعرضت النقابات، يعني كانت في محاولات لتكوين جسم يمثل عمال قطاع النفط والغاز، وهذه طبعا المحاولات كانت في أغلبها يعني محاولات لا يمكن القول عنها أنها ناجحة أو لم تكن ترتقي للمستوى المطلوب، نتيجة طبعا حتى الفكرة اللي كانت سائدة في ذلك الوقت يعني على النقابات كانت للأسف وظفها النظام السابق في غير اختصاصاتها، وحاول أنه يفرض بها الهيمنة على المؤسسات الدولة المختلفة. يعني لم يكن هناك تقبل لفكرة النقابة من الأساس تقصد؟ بالفعل نعم، طبعا قبل في الفترة في تلك الفترة كان في عدم قبول حتى من أرباب العمل ومن المسؤولين في الدولة للناس النقابيين ولمسمى النقابات يعني بصفة عامة. فطبعا المحاولات اللي كانت من 2011 إلى عند 2014 كانت كلها محاولات متواضعة لم ترتقي للمستوى المطلوب. وطبعا لم تكن حتى المسمى في حد ذاته لم يكن له أساس قانوني بحكم أن قانون 23 طبعا اللي صادر على مؤتمر الشعب العام، ما كان يسمى مؤتمر الشعب العام في ما قبل الثورة، طبعا هذا القانون لا يزال ساري المفعول ولم يخرج يعني قانون يعدله ويلغيه لعند الآن. فلم يكن هناك مرجعية، طبعا هو صادر عن يمكن البناء على أساسها نعم. للنقابة نعم، ما كانش فيه أساس. ما الذي جد لإنشاء هذه النقابة؟ في هناك يعني حدث وعي نتيجة للظروف اللي مر بها قطاع النفطي، فيه وعي من النقابيين المخضرمين طبعا اللي سبقونا في هذا المجال. وطبعا اجتمعوا وفي عديد من الاجتماعات بصراحة وحاولوا ان هم يراجعوا الخطوات اللي قاموا بها فيما سبق، وفي الحقيقة استعنا طبعا بخبرات عديدة ومستشارين من طبعا محليين على مستوى البلاد وحتى مستشارين يعني دوليين، منهم من دولة تونس ومنهم من غير تونس يعني، فأعطونا بصراحة المشورة وقدرنا نرسمه الطريق الصحيح للتأسيس القانوني الصحيح بناء طبعا على اتفاقيات الدولية، اتفاقية 87 واتفاقية 98 اللي هي ليبيا طبعا مصادقة عليها متابعة للأمم المتحدة. اتفاقيات هذه طبعا صادرة على اتفاقيات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم عن مؤتمر العمل الدولي التابعة للأمم المتحدة. ليبيا مصادقة على هذه الاتفاقيات وهي بموجب القانون ملزمة بالتعامل مع النقابات وحرية تأسيسها والعمل بها يعني. يعني بالتالي وجدتم شيء منبثق عن قانون أساس يمكن على أساسها بناء هذه النقابة. بالضبط، هذا اللي صار، رجعنا للقوانين الدولية والاتفاقيات وشفنا دول متقدمة في هذا المجال كيف تشتغل وحاولنا أن احنا نرتقي بأنفسنا. استفدنا من التجارب هذه وحاولنا أن نرتقي بأنفسنا ونكون جسم صحيح يكون يمثل القاعدة العمالية وكذلك يتعامل مع أرباب الوصل بشكل أرباب العمل آسف بشكل مختلف يعني. طبعا نقدر نقوله أن أول لقاء فعلي وجدي وكان وضع فيه حجر الأساس لتكوين النقابة العامة للنفط كان ملتقى الزاوية اللي صار في 3 مارس 2019 الماضي. يعني حديثة الإنشاء النقابة. نعم، هي مش حديثة الإنشاء، هو جسم حديد قديم حديد يعني تم إعادة تفعيله بس بطرق صحيحة. نعم، كان موجود من قبل 2011 وكان اسمه المؤتمر المهني النقابي العام للنفط، والآن عدلنا الاسم متاع المسمى حسب بما يتماشى مع ليبيا الجديدة واصبح الاسم النقابة العامة للنفط، وهذا المرجعية القانونية والتشريعية الصحيحة للنقابة العامة. طيب يعني في استحداث هذا الجسم كما ذكرت أنه تغير اسمه وأصبح نقابة النقابة العامة للنفط. النقابة العامة للنفط يعني في هذا الاستحداث ما الذي جد في التخصصات بشكل خاص؟ بالنسبة للتخصصات كما ذكرت لك يعني منذ قليل على ملتقى الزاوية كان طبعا التقت فيهم أغلب الشركات النفطية والنقابيين الموجودين فيها حتى مثقفين وناس ذوي العلاقة ومستشارين ذوي خبرة عالية يعني في هذا المجال اجتمعوا ورسموا الطريق الصحيح للتأسيس. ومن ذلك كانت الانطلاقة ثلاث طبعا هذا اللقاء هذا الملتقى اللي صار فيه الزاوية مجموعة من الاجتماعات و يعني اللقاءات الثانية تحاورية وتشاورية وكلام يعني صار جدي وخطوات جدية توجت بانتخاب رئيس وأعضاء النقابة العامة للنفط
والتي تم يعني الإشهار عليها عنها في 5 ديسمبر الماضي في حفل متواضع كانت لقناة ليبيا بانوراما في غطة هذا الحدث يعني. نعم، طيب يعني حاليا دور النقابة في المتابعة أين يكمل؟ طبعا رؤية النقابة العامة للنفط هي تسعى لتأسيس أو وضع أسس جديدة بأسلوب عصري متحضر ومتطور يواكب العصر اللي صاير توه، بعيد كل البعد عن الغوغائية والأساليب التي كانت يعني سائدة في 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 الماضي. وطبعا بما يكفل الحرية النقابية والاستقلالية. طبعا النقابة العامة للنفط وجميع النقابات هي منظمات مجتمع مدني ذات استقلالية ومرجعية تشريعية، يعني يكون هي طبعا لا يحق حسب الاتفاقيات الدولية لا يحق لأرباب العمل ويعني المسؤولين تدخل في 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 شؤونها ولا إلغائها طبعا إلا بالرجوع للقانون اللي تصدر الدولة، وإحنا عندنا قانون 23 ومجلس النواب الليبي يعني. نعم. وكذلك الناس تسعى النقابة العامة للنفط البعد عليه الأساليب البيروقراطية اللي كانت سائدة نفس الشيء، والعمل على تأسيس علاقة تكون يعني من مبدأ الاحترام المتبادل ما بين المدراء والمسؤولين وما بين العمال يعني والمستخدمين. وأساسها طبعا يكون حتى هو بالعمل الجماعي والعمل الجماعي المشترك للوصول طبعا نحو الأفضل. فيه الفكرة هذه اللي كانت سائدة أنه هو ضروري يكون النقابيين والمسؤولين في الدولة يعني كان في حالة صراع أو في حالة عداء، هذا احنا بنحاول نلغي الشيء هذا ونحاول نشتغله للوصول للأفضل بالنسبة للمؤسسة متاعنا، لأن لما توصل المؤسسة لأوضاع أفضل نحاول نرتقوا بها، الجميع يستفيد والجميع يعني يكون. طيب أعود إلى ضيفي من مدينة مصراتة سيد عمر زرموح أستاذ الاقتصاد. سيد زرموح، يعني نتحدث هنا عن الانتاج النفطي وما واجهه من تحديات كما عنونا حلقة اليوم، يعني في خضم التذبذبات الأمنية التي تمر بها البلاد، كيف أثرت هذه التذبذبات على القطاع النفطي وعلى الانتاج بشكل خاص؟ طبعا هذا كما أوردت الأخبار يعني في عدة تواريخ أو في عدة أيام أن أحيانا تتوقف بعض حقول النفط، يعني مثل حقل الفيل وحقل الشرارة وبعض الحقول الأخرى يعني تتوقف نتيجة للسطو عليها أو نتيجة لاضطرابات أمنية معينة، وهذا طبعا يرجع إلى ضعف سيادة الدولة أو ضعف هيمنة الدولة على مواردها، وهذا شيء مؤسف لا شك يعني ومؤثر، وهذا يعني أحد الأسباب التي جعلتنا لا نصل بإنتاج النفط إلى مستويات أعلى، وبقينا يعني رهينين إنتاج إلى حد كبير نقوله إنتاج متواضع. فطبعا هذا بيؤثر سلبا على حصيلة النقد الأجنبي، وبيؤثر على يعني السوق الصرف الأجنبي كذلك. وكما نعلم طبعا ان احنا عندنا مشكلة وهي وجود سعرين، سعر رسمي وسعر نقول موازي بالإضافة لسعر ثالث اللي هو سعر المصارف التجارية. طبعا هذه الوضعية وضعية شادة ولا يمكن القبول بها على المدى الطويل، نقبلها على مدى قصير بحيث ان نحل ونجتاز نحل المشكله ونجتاز الازمه، ولكن يجب ان نتجاوزها. طبعا وجود مثل هذه القلاقل في حقول النفط تنعكس في النهايه على حصيله النقد الاجنبي وعلى سوق النقد الاجنبي في الداخل، وتنعكس ايضا على ان المجلس الرئاسي او رئيس المجلس الرئاسي ما يصعب عليه انه هو يخفض الرسم المفروض على النقد الأجنبي اللي هو الآن 163%. يعني هذه إشكالية، ما لم يكن لدى المصرف المركزي احتياطيات جاهزة قابلة أنه هو يستخدمها في مقابل إيرادات النفط، وهذه سياسة الحقيقة إيرادات النفط نقصد المفقودة، وهذه الحقيقة يعني سياسة ليست جيدة، يعني لا ننصح بها كثيرا، ربما نستخدمها أثناء أزمة معينة، لكن في الظروف الحالية والحرب كما يعرف الجميع الحقيقة صعب يعني، فهذه كلها لها انعكاسات سلبية، وفي الأخير تنعكس على ارتفاع الأسعار
تولي الأسعار مرتفعة ويعاني منها المواطن في الأخير. بالتأكيد. الذي يصبح دخله الحقيقي أقل بكثير مما كان عليه. نعم. دعني أستقبل ضيفي عبر الهاتف سيد حسن القلفاط رئيس نقابة مصفاة الزاوية. سيد حسن، يعني نتحدث هنا عن الإنتاج النفطي وما يتأثر به هذا الإنتاج من بسبب الحروب أقصد هنا والتذبذبات الأمنية، يعني حدثنا عن الوضع لديكم بمصفاة الزاوية بالتحديد. سيد حسن. نعم، في البداية أحيي قناة بانوراما وأحيي الضيوف الكرام ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة. حقيقة يعني فعلا موضوع قطاع النفط يعتبر من أهم المواضيع التي تهم الدولة الليبية بالعموم. كما تفضل ضيفك الكريم وضح أن إيرادات دخل الميزانية العامة من الدولة تمول بأكثر من 95% من إنتاج النفط والغاز، وهو تحدث على خلق بدائل. نعم، لابد من على الدولة وعلى المسؤولين في الدولة أن يبحثوا على بدائل لدعم هذا الاقتصاد. من غير المعقول دولة كليبيا يعني عندها من الطاقات وعندها من الإمكانيات ولا زالت تعتمد على قطاع النفط تحديدا. نعم. هذا القطاع سيدي الفضيلة كغيره، يعني بعد أحداث 2011 تقريبا حدثت في هذه القطاع عدة تحديات وعدة تجاربات، وللأسف الشديد كان للخلاف أو الصراع السياسي دور سلبي في هذا القطاع. في 2013 تحديدا أو بعد أحداث 2011 يعني استأنف كل العاملين بقطاع النفط والغاز استأنفوا العمل في ظروف قاسية جدا، واستطاعوا الوصول إلى المستهدف من الإنتاج. كان ذلك تقريبا في سنة 2013 عندما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط وصل إلى حوالي 1,700,000 برميل. طبعا هذا الرقم لم يكن من البساطه، يعني ان يصل الى هذا الانتاج من البساطه ان يصل، عفوا، لم يكن من السهوله ان نصل الى هذا الرقم الا بجهد التكاتف وجهود العاملين في قطاع النفط والغاز ولله الحمد. بعد سنه 2013 حدثت الخلاف السياسي وللاسف الشديد، واثر هذا الخلاف على ايرادات النفط والغاز باعتبار صارت هذا القطاع هو مسرح للتجاذبات والصراعات السياسيه. نتامل ونامل نحن كعاملين بالقطاع او كنقابات عماليه نهدف في المرحله القادمه ان شاء الله بعد تاسيس او اعاده تاسيس النقابه العامه للنفط كما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ أحمد الغول الذي وضح كثير من الملابسات وأهداف النقابة العامة تحديدا. بإذن الله سيكون رؤية النقابة العامة رؤية غير الرؤية السابقة، سنسعى إلى الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج بإذن الله، وسوف نحاول يعني متابعة بعض المشاكل العقلة العالقة للموظفين بالعموم. نأمل ونتأمل أن يكون يعني الطرح القادم بإذن الله في صالح الدولة الليبية بالعموم، ونتمنى ونعمل بالتوافق أو التوازي مع المؤسسة الوطنية للنفط. نحن كنقابات لن نكون حجر عثرة بإذن الله، سنحاول أن نصل إلى المستهدف للإنتاج. طيب سيد حسن، يعني نتحدث هنا عن نقطة قوة لدى الإنتاج. يبدو أن الاتصال انقطع مع سيد حسن القلفاط. مشاهدينا الحلقة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، فاصل ونواصل. مشاهدينا عدنا إليكم من جديد، وموضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن الإنتاج النفطي خلال هذا العام بالتحديد. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد أحمد الغول. يعني سيد أحمد الغول، قبل الفاصل كان معنا سيد حسن القلفاط رئيس نقابة مصفاة الزاوية، وسنعود إليه بالتأكيد من جديد، ولكن تحدث سيد القلفاط على نقطة مهمة وهي المشاكل التي تواجه العمال ودور النقابة العامة بالتحديد مع نقابة مصفاة الزاوية لحل حالة هذه المشاكل. ويعني الجميع يعلم أن نقطة القوة التي توجد في القطاع النفطي والتي لا زالت تدعم الانتاج النفطي الى الان هي العمال بالتاكيد في هذه المؤسسه، يعني فما هو ما هي المشاكل التي تواجه العمال؟ والله المشاكل طبعا تختلف، مشاكل يعني في منها البسيط وسهل المعالجه، ومشاكل كبيره على مستوى القطاع. طبعا ممكن نقدروا نجيبوا امثله بسيطه هيك لبعض الحقول النفطيه والمواقع اللي قاعده تو حاليا في يعني في الصحراء في بعيده، ممكن اقرب مدينه لها تبعد عشرات الكيلومترات. في بعض المشاكل اللي هي طبعا من حيث الإعاشة على سبيل المثال، في بعض المواقع والحفارات على
تحديدا يعني في فترات عانت حتى من عدم وجود مياه صالح للشرب، وهذه مشكلة كبيرة وتحملها طبعا الشباب غادي وتعامل معها يعني الأمور هي كذلك الإعاشة من حيث الـ طبعا نحكي على الأكل. وفترة اللي فاتت شاهدنا جميعا يعني حالة تسمم لعشرات الموظفين في أحد الحقول النفطية. هي يعني طبيعة المعيشة في الأماكن النفطية وأماكن الحقول هي بالأساس صعبة، يعني تتحدث عن توفير المناخ المناسب للعمال هناك. بالضبط، هذا هو، هذا المفروض بصراحة تلتفت لي الجهات المسؤولة على هذا الأمور، ضروري يعني يلتفتوا ونحطهم على بذل المزيد من الجهود بصراحة باش يهتموا بالمواقع النفطية هذه ويلتفتوا للمشاكل هي، لأن بصراحة زي ما حكيت لك مشاكل بسيطة وسهلة الحل يعني، والسكوت عنها ممكن تتفاقم هذه المشكلة وتؤدي حتى لحالة من أو نوع من الإحباط مع الموظفين. طبعا النقابة العامة للنفط تضع يعني على رأس أولوياتها المحافظة على الإنتاج. تأكيد هذا منطلق وطني، وطبعا حتى إعادة الإنتاج اللي صارت كلها يعني بسواعد ليبية شبه 100% حتى بدون الرجوع للشركات الأجنبية والعنصر الأجنبي، وبالتالي يفترض أنه يكون هنا بصراحة وقفة جادة لدعم هؤلاء الناس بصراحة الموجودين في الحقول ويعانوا من هالظروف هذه. يجب النظر إليهم بكل تأكيد. أعود إلى ضيفي من مدينة نصراتة سيد عمر زرموحني. سيد زرموح، نتحدث عن الإنتاج النفطي كما ذكرنا، ولكن هناك بعض الحقول تغلق من الحين إلى الآخر مثل حقل الفيل أو حقل الطفل على سبيل المثال، تكرر إغلاقها. ما تأثير الإغلاق على الإنتاج النفطي، بالتالي هذا التذبذب الذي يحدث في أيام أو في أسابيع كيف يؤثر على المتوسط العام للإنتاج؟ أعتقد أني أجبتك عن هذا السؤال في سؤالك السابق، لأني قلت لك أن هذا الإغلاق يعني مهما كانت مبرراته وأسبابه هو طبعا بيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي انخفاض يعني الصادرات بخلاف الأسباب سواء كانت أمنية أم تقنية. الضرر واحد طبعا، الضرر واحد، لكن الـ الأسباب التقنية لها ما يبررها يعني. وعندما يعني عندما يعرف السبب أنه هو تقني، والتقني وين بالتحديد، فيمكن تلافيه مستقبلا، سيتم العمل عليه. نعم. أما الأسباب الأمنية فالحقيقة في الأوضاع المتداهرة وضعف سيطرة الدولة يعني هذه مشكلة قد تتكرر يعني، حتى لو تغلبنا عليها في حالة من الحالات أو حالتين أو حتى عشرة فقد تتكرر إلى أن إن شاء الله تستقر الأمور وتعود هيبة الدولة إلى وضعها الصحيح. لكن إذا سمحتي لي أنا ممكن نعلق تعليق بسيط على كلام ضيفك الكريم. تفضل. تحدث طبعا ضيفك الكريم على نقابة العمال وتأسيس نقابة وبطريقة يعني مهنية وعالية، وهذا رائع جدا وجميل ولا اعتراض لي عليه، ولكن أنا ما أود قوله هو أن قطاع النفط دائما نحن حتى عندما كنا طلبة في الجامعة وندرس هذا القطاع دائما ننظر إليه نظرة خاصة، أن قطاع النفط يعتبر هو القطاع المتقدم من بين قطاعات الاقتصاد كلها، يعني لما نعدد قطاعات الاقتصاد 10 قطاعات مثلا يعني لابد أن نحط في بالنا أن قطاع النفط هو قطاع متقدم. والسبب طبعا أنه هو يعني وارد إدارة أجنبية، يعني أول ما بدأ النفط في عام في الخمسينات ابتداء من القانون النفط في سنة 55 وما بعده طبعا تولت إدارة النفط شركات أجنبية، وصحيح المؤسسة تأسست سنة 1968 حسب ما تذكر، لكن يعني كانت الشركات الأجنبية مهيمنة، وبالتالي أنا أستغرب يعني الحقيقة، ينبغي أن قطاع النفط يظل مسيطرا ويظل مهيمنا على قدراته الإدارية داخليا. صحيح أنا يعني أتفق مع أي واحد يقول بالمشاكل الخارجية يعني زي السطو والاضطرابات الأمنية التي هي خارج إرادة المؤسسة وخارج إرادة شركات النفط، لكني الحقيقة استغرب إن كانت هناك مشاكل تتعلق حتى بالرواتب. يعني أنا أعتقد أن المزايا والرواتب التي
عند العاملين في قطاع النفط ربما لا يملكها الكثيرون في القطاعات الأخرى. نعم. كذلك هم أيضا من حيث إنتاجيتهم ومن حيث أعمالهم ومن حيث انضباطهم يعني كلهم يعني الحقيقة قطاع النفط يصنف أنه هو من القطاعات المتقدمة ليس في ليبيا فقط بل أيضا حتى في الدول الأخرى المصدرة للنفط يعني يعتبر قطاعا متقدما. نعم. طيب دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف سيد حسن القلفاط رئيس نقابة مصفات الزاوية إن كان لازال معنا في الاستماع. سيد قلفاط هل أنت في الاستماع؟ نعم أسمع. سيد حسن يعني تحدثت أيضا عن مشاكل النقابة كما سألت مشاكل العمال بالنقابة كما سألت سيد أحمد ولكن نتحدث هنا عن وضع مصفات الزاوية كيف تصف لنا الوضع هناك وإن كان هناك بعض المشاكل التي تواجهها خاصة مشاكل أمنية إن صح التعبير؟ نعم سيدتي الفاضلة أنا لابد لي أن أرجع إلى كلام ضيفك من النقاط تحدث بكلام علمي وكلام مهني وأنا أشكره وأثني عليه نعم قطاع النفط بالعموم أنا هنا لا أريد أن أتحدث على مصفات الزاوية تحديدا فكل شركات القطاع متقاربة سواء في الظروف الواقعة حاليا أو في الإدارات أو في بعض المشاكل أو الحقوق العمالية أقصد يعني ففعلا قطاع النفط قطاع حيوي وقطاع مهم جدا على مستوى الدولة الليبية كذا نعم صحيح هو ورث إدارة نتيجة التعاقدات السابقة مع شركات عملاقة في هذا المجال وتأسست إدارات قوية إدارات متينة كذلك لابد أن نقول كلمة حق حتى في عهد النظام السابق يعني كان قطاع النفط تحديدا هو الذي يوليه اهتمام خاص كان قطاع النفط له حتى في السابق يعني مزايا كثيرة ومتعددة وكان العاملون بقطاع النفط أو الشركات بالعموم أكثر ناس انضباطا وأكثر مهنية وأكثر أداء وبالمقابل هم كذلك أكثر إنتاجا يعني فبعد يعني في ظروف المرحلة الأخيرة نتيجة الصراعات كما أسلفت في البداية يعني القطاع الآن في وضعه يعني شابه كثير من الخلل كما شاب معظم قطاعات الدولة هناك تسيب وهناك ضعف وجود الرادع القانوني ضعف في تطبيق القوانين واللوائح سواء داخل الشركات حدثت هناك بعض الإخفاقات حتى نتيجة وجود أو بعض الأهالي في بعض المناطق النفطية من لهم مطالب بل بعض المدن استطاعت حتى أن تخلي بعض الموظفين المهنيين الموظفين الذين دون أعمالهم في بعض الأماكن عملهم وتم يعني استخدام بيوتهم وأماكنهم للعائلات في تلك المنطقة هنا في هذه الظروف لابد لنا أن نوجه نداء هنا حقيقة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وإلى الدولة الليبية بالعموم بالاهتمام بالتنمية المكانية نعم في عهد النظام السابق تغاضى النظام السابق عن التنمية المكانية وعن حقوق الناس المقيمين بجانب لا أقصد أهالي المدن الذين بجانب الحقول والموانئ النفطية كان هناك لهم تهميش من الخدمات وكذا ولكن والحمد لله رؤية الآن المؤسسة للوطنية النفط حتى من خلال متابعتهم عبر صفحاتهم أو عبر بعض القنوات أن في كل يوم يتم هناك إنشاء مشاريع لأهالي تلك المدن بحيث يعمل على استقرار القطاع يعني استقرار المنطقة واستقرار سيكون له أثر إيجابي حتى على استقرار القطاع هذه جزئية لابد من توضيحها في الفاضلة وكذلك عندما نتحدث نحن على الحقوق العمالية نقصد طبعا شريحة خاصة الذين يقطعون في الحقول وفي الموانئ وفي في الصحراء هناك موظفين خارج العمران يستقلون سياراتهم ظروف أمنية حقيقة هي ليس للمؤسسة سلطة في تأمين كل المناطق هذه مسؤولية الدولة ولكن العاملين في قطاع النفط لهم من الوطنية ولهم من حبهم لهذا القطاع بالتأكيد هم نقطة القوة التي تكمن لدى القطاع النفطي سيد حسن يعني تحدث سيد زرموح عن أن الإيرادات لازالت في حدود المعقول وأن الإنتاج النفطي لازال يعني جيد في خضم كل هذه النزاعات والصراعات وبالتأكيد نقطة القوة هنا هي العمالة التي تختص في العمل في هذا القطاع نشكرك سيد حسن القلفاط رئيس نقابة مصفات الزاوية على وجودك معنا خلال هذه الحلقة وتوضيح هذه النقاط للمشاهدين والمسؤولين أيضا أعود إلى ضيفي هنا سيد أحمد الغول يعني سيد أحمد كان لديك تعقيب حول الإنتاج النفطي وما مرت به الحقول النفطية خاصة خلال الأعوام السابقة نعم
طبعا بالعودة لسنة 2013 وعندما توقف الانتاج النفطي والموانئ النفطية هنا طبعا شفنا احنا عصرنا تلك الفترة وشفنا اللي صار في الاقتصاد الليبي اللي هو يعتمد بشكل شبه أساسي 95% تقريبا يعتمد عليه دخل الإيراد النفطي. بالضبط الإيراد النفطي. فطبعا في الفترة هذه شفنا توقف للإنتاج وعصرنا وشفنا الدولار شن صار فيه يعني والسوق السوداء ويعني زيادة الأسعار والكلام اللي صار يعني هذا كله وعانى منه المواطنين وعانت منه الناس كلها. طبعا في بعدين قامت طبعا إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واللي بصراحة نشكرها على دورها الشجاع والبطولي بصراحة قامت بأخذ المبادرة وطبعا نتيجة لجهود مضنية وأعمال طبعا متواصلة استطاعوا ان هم يوصلوا لاتفاق بفتح الحقول وإعادة الانتاج النفط الليبي طبعا للسوق العالمي. تأكيد هذا كان خطوة مهمة ولكن نتحدث سيد أحمد عن عام 2019 خاصة منذ منتصف العام يعني شهدت البلاد حروب وأيضا القطاع النفطي بالتحديد شهد محاولات عدة للسيطرة عليه من عدة جهات محاولة لعسكرتها أيضا يعني كل هذه التذبذبات والصراعات كيف صمد خلالها القطاع النفطي وكيف لازالت تستمر المؤسسات بالإنتاج يعني الحقول كما ذكرت وسألت سيد زرموح أن بعض الحقول لا زالت تغلق من الحين للآخر بأسباب مختلفة تقنية وأمنية كيف يزال الإنتاج النفطي مستمر بهذه الآلية وما هي نقاط القوة التي يعتمد عليها هذا القطاع خاصة في عام 2019 خاصة في الزيادة التي صرحت بها مؤسسة الوطنية للنفط خلال اليومين الأخيرين؟ أعتقد أننا نقدر نجاوب على سؤالك بنقطتين. في البداية طبعا دور المؤسسة الوطنية للنفط بصراحة في توحيد القطاع وفي التكامل اللي صاير ما بين العمال في قطاع النفط وبين إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات طبعا. يعني بصراحة الشغل كان على مستوى عالي جدا ويتوافق مع حتى الدول المتقدمة في هذا المجال وزي ما أكد الدكتور عمر زرموح يعني على أهمية هذا القطاع وحتى شغلهم كيف مهني وطبعا نابع من منطلق الوطنية عندهم طبعا تأكيد فتمكنوا طبعا إدارة المؤسسة من توحيد القطاع ومن المحافظة عليه وتحييد عن الصراعات وعن جميع المهاترات السياسية وكافة المشاكل هذه اللي صايرة في البلاد ونجحوا فيها ومشكورين جدا والحمد لله بدينا نشوفوا في نتائجها الآن ممكن سنة 2019 أحسن من 2018 أحسن من صفر من سنة 2017 وهكذا يعني نتيجة اللي جهود في جنود مجهولين بصراحة قل ما يتم الحديث عنهم هم موجودين في المواقع والحقول النفطية طبعا بالسواعد الوطنية هذه لولاهم لما حدث هذا الإنجاز بصراحة فهنا نقدر نقسم الموضوع لشيئين هو الدور اللي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط ولرأسه مع السيد مصطفى صنع الله وكذلك الدور اللي قاموا به عمال من مهندسين وفنيين في الشركات والحقول والمواقع المختلفة طبعا. أعود إلى ضيفي من مدينة مصراتة سيد عمر زرموح. سيد زرموح تحدثت هنا مع ضيفي أحمد الغول عن محاولات العسكرة ومحاولات تقسيم القطاع النفطي يعني تداعيات هذه الأمور السياسية بما تعود على القطاع الاقتصادي يعني على كيف تهدد الاقتصاد الوطني بشكل عام. هذا الموضوع يعني تكلمنا فيه حتى منذ سنوات يعني عندما يعني حاول البعض أن يجعل للمؤسسة مكانين أو واحد في طرابلس والآخر في بنغازي يعني يجعل من يعني بالمخالفة حتى لقرارات مجلس الأمن بعدم جواز يعني التعامل مع أي أجسام موازية. الحقيقة احنا حتى دون قرارات مجلس الأمن احنا ضد فكرة التجزئة أو فكرة التقسيم هذه لأن نعتقد أن المؤسسة لا تعمل إلا كوحدة واحدة وأنا نعرف أن هناك قرار صادر في أيام حكومة علي زيدان بنقل المؤسسة لبنغازي وأنا شخصيا لا أعارض ذلك على الإطلاق نحن تهمنا ليبيا لا تهمنا مكان المؤسسة وين يعني هنا ولا هناك ولكن القرار الذي صدر حدد شروطا لذلك هذه الشروط لم تتوفر بعد حتى يمكن القول انها هي تنتقل ولذلك يعني المسألة يعني قائمة تنتقل مؤسسة تنتقل ما لا يوجد ما يمنع ولكن الأساس في وحدة المؤسسة ولا أي نعم الأساس هو وحدة المؤسسة
ولكن حتى لو تنتقل بطريقة علمية. أما الانقسام والتقسيم فهذا تشتت وهذا ضياع لمورد ليبيا الأساس وهو الثروة النفطية. فطبعا هذا لو حصل يعني حتكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على الاقتصاد، تؤدي إلى طبعا إلى انهيار الاقتصاد، لأنه هو هذا المورد الوحيد الذي يعتمد عليه. يعني احنا لا نتوقع حدود تنمية مستقبلية ينعم بها الأجيال ما لم يكن لدينا مصدر للتمويل وهو النفط. فاحنا الحقيقة ليبيا بوجود النفط تتميز بأنها دولة، تعتبر دولة غير مدينة، بل إنها هي حتى لما تقف الدول فإن ليبيا يكون موقفها مع الدول المانحة وليس مع الدول الممنوحة. نعم. يعني يد ليبيا هي اليد العليا وليست هي اليد السفلى. نحن فخورون بليبيا لأنها دولة قوية بإيراداتها النفطية وبمواردها، ونتمنى أن تكون لها إدارة في مستوى هذه القوة أيضا. نعم، أعود إلى ضيفي هنا في استوديو سيد أحمد الغون. يعني لديك تعقيب حول هذه النقطة بالتحديد، وهي تهديد الاقتصاد الوطني من الجوانب السياسية؟ بالفعل، طبعا نحن رأينا في العديد من المرات تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في يعني هذا يعني موجود في كثير من التصريحات واللقاءات السابقة، في طلب الميزانيات المطلوبة من المؤسسة الوطنية للنفط. وهذه طبعا ستساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد الليبي، وذلك برفع الانتاج في مشاريع متوقفة مع مشاريع متعثرة. طبعا مش من اختصاصات النقابة هو بصراحة، لكن لابد من الإشارة له الموضوع من جانب متابع أكيد. بالضبط. والشيء الثاني هنا يقودنا يعني حتى لمجهودات الناس اللي كانت في من 2013 إلى عند هذه المرحلة والوصول لأعلى مستويات في الانتاج، وبصراحة قاموا يعني بمجهودات لو نذكرها تحتاج إلى حلقات ممكن لذكرها. فنبغى نركز هنا على شيء هو بيقودنا للقرار 642 القادم بزيادة المرتبات القطاع النفط. وهنا بصراحة رؤية النقابة العامة للنفط ترى أنه هو هذا الوقت المناسب لفتح الموضوع والحديث فيه بجدية بصراحة مع كافة الجهات، موضوع المشاريع المتوقفة، موضوع المشاريع المتوقفة، وكذلك تنفيذ القرارات المختصة بالجانب العمالي اللي أهمها قرار 642 لأنه الخاص بالرواتب. بالضبط. اللي خاص يعني بجميع العاملين في قطاع النفطي. وطبعا ليبيا جزء من المنظومة العالمية كما يعلم الجميع، واستقرار الانتاج النفطي وزيادته سيساهم بشكل كبير حتى بتغيير الواقع أعتقد على مستوى البلاد يعني في جميع المناطق. الواقع الاقتصادي. الواقع الاقتصادي وحتى يعني الاجتماعي أعتقد. وإحنا عندنا بالمناسبة في برامج اجتماعية حتخدم عليها إن شاء الله النقابة العامة للنفط، حتى ل يعني مشاريع تكون رياضية ممكن، بحيث أنها تزرع الود ما بين الناس، ويعني تبتعد شوية على المشاحنات اللي صايرة والجهوية والقبلية وكلام هذا. نعم. ونتمنى حتى من الجهات المسؤولة تدعمنا في هذه الجهود بصراحة يعني. نعم. أعود إلى ضيفي عمر زرموح من مدينة مصراتة. سيد زرموح، في ختام هذه الحلقة يعني ما هي رسالة أو كلمة تود إيصالها سواء للمسؤولين في القطاع النفطي أو حتى للعمالة من مهندسين وتقنيين في الحقول النفطية؟ الرسالة التي وجهها لا أجد أجمل من الرسالة التي وجهها لنا الأستاذ عبد الله البدري في سنة 2005 عندما كلفت أنا وعدد من الأشخاص في إدارات بعض الشركات، فكنت أنا عضوا في لجنة الإدارة لشركة أوكسي. فاجتمع بنا السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ذاك الوقت الأستاذ عبد الله البدري، وقال لنا: نحن نعلم وأنتم تعلمون أن هناك اختلافا بين المؤسسة والأمانة اللي هي وزارة النفط، وما أريده منكم هو أن يعمل كل واحد منكم من أجل مصلحة ليبيا، لا يلتفت إلى أي خلافات أخرى. هذه هي أهم رسالة، ورسالة جميلة وأشكره الحقيقة عليها، وأود أن يعمل بها جميع العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، أن يعمل الجميع من أجل ليبيا، من أجل مصلحة ليبيا، من أجل مصلحة الأجيال القادمة، الجيل الحاضر والأجيال القادمة، لا يلتفتون إلى أي خلافات سياسية مهما كانت.
سيد نعم. عمر زرموح، يعني رسالة قيمة جدا، لعلها أفضل كلمات نختم بها حديثنا هذا اليوم. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في حلقتنا اليوم، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة. أيضا الشكر موصول لسيد أحمد الغول، عضو لجنة العلاقات العربية الدولية بنقابة النفط. يعني الوقت يداهمنا سيد أحمد، ولعله يعني لا يوجد وقت لكلمة أخيرة، ولكن جزيل الشكر لك على وجودك ولدعمك وإثرائك لحوار في حلقة اليوم. أيضا نشكر سيد حسن القلفاط، رئيس نقابة مصفات الزاوية، لمداخلته معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الشكر موصول إليكم على طيب المتابعة، ونترككم كالمعتاد مع بطاقة لأسعار النقد والعملات لهذا اليوم. إلى لقائنا في يوم السبت المقبل، نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.